بعض، كيف واحد يهرب لي من السبيطار؟ طبعا هذا السؤال المطروح اليوم، قال لك السيد مسكين مهم ومريض نفسيا. قانونيين راك انت مسؤول عليه، انت اللي كنت تدخلوا المستشفى، كاين نظام وتنظيم. دكتور مرابط، انا الا كان سمح الزميل، بالنسبه للحجر الصحي، الحجر الصحي كي نكونوا هكذا في حالات حالات يعني معدوده، عشرات الحالات ومنها، ممكن جدا يعني ننظموه ولكن الحجر الصحي اللي ماذا بينا ما نوصلوش ليه هو انه نفتح في كل مستشفيات عبر القطر الوطني ماني نخصص السرة ولا مكان للحجر الصحي. واش حاب يقول؟ حاب يقول فشلنا في انه نحتوي العدوى وانتقلت وتفشت داخل المجتمع. هذه كارثه كارثه. ماناش حابين نوصلوا لهذا المستوى، رانا حابين نديروا كل شيء باش يبقى محصور في مكان معين حتى نقضي على الحالات. هذا هو الاشكال. لكن كان رانا نفكروا باللي لازم في كل مستشفى عبر التراب الوطني نفتحوا مصالح، بيقول رانا شاكين في قدرتنا على احتواء العدوى. الحجر الصحي اللي راه في الصين ما ناش حابين نوصلوا ليه، الحجر الصحي اللي راه في ايطاليا ما ناش حابين نوصلوا ليه. في ايطاليا هم قدامنا، علاش نقول ايطاليا ونركز؟ لانه راهي الان اصبحت 15 مليون و 16 مليون راه في الحجر الصحي، يعني قرى ومدن بكاملها. ما ناش حابين نوصلوا لهذا المستوى.